معنا الجزائر والعبرة سلام كل حالي تسيمة تصل مع صف الشوالي مرحبا مليون سلامي يوم العدو هم بقول ما نجي سلامي للحفلة سلامي كل عالي تسليمة تصل مع صف الشوالي يا مهدي تكتير نحضر مع الوفي بشرعة ومنهج سلامي يا من عدوهم بالظلم ما نجي سلامي للحفلة سلامي كل عالي تسليمة المصيبة سلامي يا من عدوهم بالظلم ما نجي سلامي للحفلة سلامي كل عالي تسليمة المصيبة مع صوت الشوارع يا مهدلي تكتير للمحور ولك نجي وفي مع الوفي لشرعتنا ومنهج مرحبا الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والإيمان والإسلام ورغد العيش، ونحمد الله عز وجل أمن علينا بحكومة رشيدة، وكذلك نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. ثانيا وصلتنا وتقبلنا دعوة كريمة من أحباب لنا وهم قبيلة العوارجة، القبيلة المعروفة بين القبائل، وكذلك بمناسبة زواج ابنهم وابن الجميع في هذه الليلة، لأن المناسبة هي مناسبة الجميع، ابننا الشاب الشاعر مهدي بن قاسم العاجي، وكذلك تقبلنا دعوة منه شخصيا ولأفراد قبيلة الشواجر. وصلنا في هذه الليلة مشاركين ومباركين، فنسأل الله عز وجل ودعوتنا للعريسين اللهم بارك لهما وعليهما وأجمع بينهما في خير. وصلك في هذه الليلة قبيلة الشواجرة أخوانك الكبير والد عليك والصغير أخ عزيز، وما وصل هذا العدد في هذه الليلة إلا من محبة لهم لك يا ابننا مهدي العارجي، فنسأل الله عز وجل أن يديم هذه المحبة والأخوة بيننا. وصلنا ومعنا عطاء ومعونة ومساعدة، وهي شيء بسيط في هذه الليلة، مبلغ قدره 11,000 ريال، وكذلك معنا وعلى ساقتنا جاء معنا الأستاذ علي الحملي أبو ماجد الذي جاء من أحد المسارحة مشارك ومبارك. فإن هذا العطاء كفي ووفى فأنتم أهل الوفاء وأهل الكرم وأنتم أصحاب الجميل. وإن نقص شيء من أنتم جماعة فما بيننا من أخوة ومحبة وصداقة تكمل. هذا ما وصلنا في هذه الليلة، وسلامة الجميع وجزاكم الله خيرا. الله يحييكم، أنتم ذراع السادة وأنتم رجال البطولات والمواقف المشهودة من سابق الزمن. قبيلة الشواجرة أشهر من نار على علم، ابتداها بالحب جدنا ووالدنا الأعظم، وتباعا مشايخ الخلق مع الشواجرة صفا إلى صف وجنبا إلى جنب. كنتم لنا الأخوة والعون والسند، وتتابع على مشيخ هذه القبيلة العريقة أولا والدنا الذي ندعو له في هذا المقام الشيخ خادم بن إبراهيم الشاجري الذي غمس فينا حب القبائل، وأيضا سلم الراية لفارس من فرسان الخبط العظيم الأستاذ والمربي والقدوة الشيخ محمد بن يحيى الشاجري. وأيضا أرحب بأستاذنا رئيس مركز الخلاوية قديما
الأسبق وهو رئيسنا في الحب والمحبة الأستاذ أبو ماجد علي الحملي. والله يحييكم الشيخ متقدم وفصيح، وأيضا الصف يداه الجريح والعطس مين، ومرحبا أنتم مضيفين. والله لو وقفت من الآن إلى الفجر إني ما أكفيكم في الترحيب، مرحبا والله يحييكم. أرحب وحيي الله الجميع. يا مرحبا النور يا مرحبا.